تم تسجيل زلزال خفيف اليوم الخميس في منطقة خليج عدن والمناطق المجاورة قبالة ساحل عمان، وفقاً لوحدة رصد الزلازل الدولية. وقع هذا الزلزال في ساعات الفجر، وأشارت التقارير إلى أن الزلزال وقع في خليج عدن بالقرب من سواحل المهرة. تشهد مناطق خليج عدن خلال الأشهر السابقة نشاطاً زلزالياً ملحوظاً، حيث تم تسجيل هزات أرضية متكررة في المنطقة، وتعتبر هذه الزلازل الخفيفة جزءاً من النشاط الزلزالي الطبيعي في المنطقة، حيث يتقاطع عدة صفائح قارية وتحدث تحركات جيولوجية. وعلى الرغم من أن هذا الزلزال كان ضربة خفيفة ولم ترد أي تقارير عن أضرار جسيمة أو إصابات، إلا أنه يعتبر تفكيراً بأن المناطق الزلزالية قد تشهد نشاطاً زلزالياً في أي وقت، وتعتبر الإجراءات الاحترازية والتأهب للزلازل أمراً هاماً لضمان سلامة السكان والتقليل من الخسائر المحتملة في حال وقوع زلزال قوي.